مباراة المنتظرة بين الرجاء ومدية الجزائر، احنا كصحفيين ننتظروها لأنها مباراة واعدة ومباراة قوية بين فريقين لهم علاقة كبيرة أثبتوها على مر التاريخ. هي صهرة يعني عربية محض، وراح تكون فرصة لإثبات العلاقة بين البلدين وبين الشعبين وكذا أنصار الفريقين. إن شاء الله نتمنوا يكون المستوى فني بالنسبة للفريقين سواء مولودية والرجاء. ما نقدرش نقول بلي الرجاء راهم ضيوف لأنه هذا بلدكم الثاني، وإن شاء الله في العودة راح يكون نفس الشيء، لأنه اليوم شفنا استقبال كان بحفاوة وبشهادة من لاعبي وإدارة الرجاء. وعلى ما أظن حاليا في هذا الوقت بالذات راهو كاين راهو مولودية نظموا وجبة عشاء على شرف الفريق. إن شاء الله يعني أنا على حسب المعلومات إقامة الرجاء راح تواصل هنا يعني إلى غاية ما يلعبوا مباراتهم ضد شبيبة القبائل. إن شاء الله كل أمور تتم على أحسن وجه، ومرحبا بكم مرة ثانية. أنا نعتبر مباراة قوية بين فريقين كبيرين، إن شاء الله يكون لوميو كي يغاني فيها. إن شاء الله العلاقة الأخوية اللي كاينة بين الأنصار تكون في أرضية الميدان، فوق أرضية الميدان. أكيد المباراة راح تكون كبيرة، عرس كروي كبير بين فريقين شقيقين فوق الميدان وخاصة فوق المدرجات. الأنصار الرجاء والشناوة اللي تربطهم علاقة كبيرة، بخصوص المباراة راح تكون صعيبة. الرجاء اللي راهو في هذه الآونة الأخيرة عاد بقوة في البطولة في رابطة الأبطال وحتى في كأس إفريقيا، عكس المولودية اللي تراجعت نوعا ما نتائجها خاصة بعد رحيل المدرب كازوني، مع كذلك وتواجد المدرب ميخازني المدرب هذا الشاب. يعني المباراة راح تكون قوية فوق أرضية الميدان، فوق المباراة فوق المدرجات اللي الأنصار راح يحضروا بقوة. نتمنى يكون عرس كبير بين الفريقين. أنا كجزائري أتمنى الفوز للمولودية، وأنتم كالمغاربة تتمنى الفوز للرجاء، والأحسن والأفضل هو من ستكون له الكلمة الأخيرة.